لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على النبي محمد واجعله شافعا لنا يوم غد. أما بعد، لا بد لمعلم الحلقات القرآنية من دراية ومعرفة وعمق في تخصصه، ولا يكون ذلك بمجرد المطالعات الخاطفة العابرة في الكتب، بل إنها تعتمد اعتمادا كبيرا على الاطلاع الدقيق والقراءة المتعمقة الفاحصة لأمهات الكتب والمراجع القيمة.